تحية لكم أينما كنتم داخل الوطن وخارجه، وحييكم في مستهل حلقة جديدة من الصحافة اليوم. أينما كنتم، عيد مبارك بمناسبة الثورة الأمة 14 من أكتوبر في عيدها 55. قبل أن أذهب إلى تفاصيل هذه الحلقة، أبدأ معكم كالعادة بأبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية الدولية. أبدأها من الصحافة المحلية وكالة خبر، والتي عنوانت التالي: مصرع قيادي في ميليشيا الحوثي وعدد من عناصره في الساحل الغربي. وكالات الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية للإعصار الاستوائي لوبان في اليمن. السفير أحمد علي يعزي عبد الله الحرازي في وفاة نجله. وزير الإعلام اليمني يحذر من تلاعب ميليشيا الحوثي بالمناهج الدراسية. ميليشيا الحوثي تعتقل عناصرها الفارين من الساحل الغربي وتجرده من أسلحتهم. وكالة الثاني من ديسمبر: مصرع قائد من جامعة الميليشيا الحوثية في الدرهمي. الأمم المتحدة: إعصار لوبان يهدد بكارثة، وعلى السكان إجلاء عائلاتهم إلى مناطق آمنة. تصاعد جرائم النهب بالإكراء وسرقة الدراجات النارية بالعاصمة المختطفة صنعاء. موقع نيوز يمن: عروض عسكرية للميليشيات في صنعاء بهدف إرهاب الناس. الأمم المتحدة: نزوح 570 ألف شخص من الحديدة منذ يونيو الماضي. برلماني يفتح صفحة من مجلد فساد الحوثيين في النفط. حضرموت ترفع استعداداتها القصوى لمواجهة إعصار لوبان. الناشط الناصري الشرعبي يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون الحوثيين. الرئيس المصري: الفوضى الخلاقة التي قادها الإخوان دمرت اليمن وليبيا وسوريا. صحيفة عدن الغد: الخرماء وخيران ضمن غرفة عمليات الطوارئ لمواجهة إخطار إعصار لوبان في محافظة شبوة. كلية التربية بلودر تقيم ورشة علمية بعنوان تدريس اللغة الإنجليزية في المناطق الريفية الواقع والطموح. وكيلة وزارة الشباب والرياضة تلتقي بقطاع المرأة بمحافظة مأرب. عطية: إيران تزرع الطائفية في اليمن. طاهر: العمليات مستمرة لتطهير الحديدة بالكامل. جريفيث يسعى إلى تجديد مشاورات اليمن والنمسا تعرض الاستضافة. صحيفة أخبار اليوم: بحاح يتحدث عن السقوط الأخير للحكومة ويكشف عن ورطة المجلس الانتقالي. بلوميرغ: نفط اليمن ليس له إلا العودة مع استمرار احتدام الحرب، من يعيق تصديره. وسط تحذيرات من انفجار الوضع عسكريا ودعوات للتحالف بتدخل الجاد. المجلس الانتقالي يلغي فعالية سياسية بعدن ويسقط شبوة النفطية عسكريا. بن علي يطالب بالالتفاف حول الشرعية والتضامن مع الرئيس هادي لتجنب الصراعات. الاشتراكي يوجه رسائل متعددة للتحالف والحكومة حين يغيب الحوار ينوب الصراع. من الصحافة المحلية اخترنا لكم أيضا مقالا للدكتور عبد الحفيظ النهاري حمل عنوان: الهاشميون والمغامرات الحوثية. وفيه: الحركة الحوثية كحركة مسلحة ذات مرجعية وأجندة خارجية إيرانية تعتمد القوة والعنف، هي مشروع لا يمثل تطلعات الهاشميين في اليمن ولا في الجزيرة العربية، وليس له علاقة بدورهم التنويري الذي نهضوا به منذ فجر الإسلام. الهاشميون يعيشون على محبة الناس في المجتمع اليمني وفي سائر المجتمعات العربية والإسلامية، وليس على قهر الناس. لذلك فإن الفصل بين الحركة الحوثية في مشروعها الإمامية الإيرانية المسلح وبين الهاشميين كمشروع تنويري ديني وثقافي سلمية في المجتمع مسألة حتمية. الحركة الحوثية المسلحة تنفذ أجندة خارجية ومشروعا طائفيا إقليميا، وتورط الهاشميين فيه من الزيدية والشافعية على حد سواء، وهو مشروع غير قابل للحياة، ولا يعود على الهاشميين إلا بالتنكيل والخسارة، وعلى الوطن بالخراب والدمار وتفكك وحدة النسيج الاجتماعي والثقافي. ذلك أن الهاشميين يدفعون ثمنا باهظا من وجودهم على قضية ليست قضيتهم على الإطلاق، يقدمون أبنائهم وقودا لمعركة خسيرة، وهم إما مخدوعون أو مغلوبون على أمرهم، أو مدافعون عن أنفسهم ووجودهم بفعل خطاب الكراهية الموجهة إليهم من غلاة السلفية والطائفية في اليمن والإقليم.
وفي كل الأحوال فإن الوعد الحوثي بعودة دولة الهاشميين أو استحواذ مع الحكم أو انفراد بالحكم دون غيرهم من أبناء الشعب اليمني وإعادة حصر ولاية المسلمين في سلالة البطنين وعد مخاتل وخادع وخطير. أما أنه مخاتل فما رد ذلك إلى الحوثيين يريدون احتكار الحكم لأنفسهم وأسرتهم دون سائر الهاشميين من الزيدية وبعد ذلك الشافعية. وأما أنه مشروع خادع فلأنه يورد الهاشميين ويمنيهم بما هو غير ممكن بل ومستحيل، سيما ونحن نعيش في القرن 21 وقد أنجزت التجربة الإنسانية على مستوى العالم مدنيتها المبنية على المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وقضعت شعوب العالم شوطا في إلغاء الامتيازات العرقية والفئوية والطائفية والإثنية، وهو ما شكل منطلقات وأهداف وغايات ثورة 26 من سبتمبر 1962 و14 من أكتوبر 1963، وما قدمته من تضحيات كبرى في هذا السياق للحاق بركب العصر. وأما كونه وعدا خطيرا فلأنه يشكل خطرا جديدا يهدد وجود الفئة الهاشمية حين تضعها الحركة الحوثية في مواجهة الشعب والإقليم والعالم أو في مواجهة عرقية أو سلالية أو طائفية مع الآخرين أو في استعلائهم على غيرهم، وهذا ما يعرضهم لخطر المحيط المحلي والإقليمي دون أي مسوق مقبول أو فائدة مرجوة. فالمظلمة التي تبنت الحركة الحوثية غير موضوعية وغير واضحة، فإن كانت مظلمة الملكيين من الجمهوريين فهي تمثل الأسر التي حكمت ولا تمثل سلالة الهاشميين، سيما وأن الهاشميين كانوا في طلائع القوى الثورية ضد الحكم الإمامي الفردي. وإن كانت مظلمة مناطقية فإن الهاشميين ينتشرون في كل مناطق اليمن وليسوا في صعدة وحدها. وإن كانت مظلمة مواطنية فإن الدستور والقوانين والمرجعية المؤسسية والعمل المدني السلمي والسياسي كثير بتسويتها. تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الهاشميين الشباب المغربين في مغامرات الحركة الحوثية المسلحة من القتلى الشهداء تبلغ أكثر من 30% من إجمالي عدد القتلى في جبهات القتال، وهذه النسبة مخفية بالنظر إلى عدد الهاشميين ونسبتهم في المجتمع. وهؤلاء الشباب إما مغرر بهم تعرضوا لغسيل الدماغ وتعبئات الملازم الحوثية أو متعاطفون بحكم الانتماء السلالي أو مندفعون تحت دوافع وطنية يعتقدون أنهم يدافعون عن الوطن واستقلاله من عدوان خارجي استدعته أو أسست له أو تسببت في الحركة الحوثية، بينما هم في الواقع يدافعون عن بقاء وسيطرة الحركة الحوثية على البلاد دون أن يعلموا ذلك، أو أنهم ينتزعون من بين أسرهم وذويهم بالقوة من القرى والمدن والدفع بهم إلى جبهات القتال. ويظل السؤال موجها إلى كل الهاشميين الزيدية منهم وشافعية الصوفية منهم والسياسية، هل هذه المعركة ذات الأبعاد الإقليمية والمحلية والعالمية هي معركتكم؟ لماذا تضعون الحركة الحوثية بمغامراتها في مواجهة المجتمع اليمني وفي مواجهة الإقليم وفي مواجهة العالم؟ لماذا يضعون المشروع الحوثي الإيراني جميعا أمام معركة وجود ليس لها علاقة بمصالحنا وأولوياتنا ولا بمصالح وأولوية الشعب اليمني؟ الهاشمية انقرضت في المشروع المدني الجمهوري منذ فجر الحركة الوطنية اليمنية تمثلت القيم المدنية الحديثة، فدور وجود الهاشميين والحفاظ على مصالحهم وشراكتهم المتكافية والمتساوية مع الشعب كجزء من مكونات المجتمع اليمني مرهون بالمواطنة المتساوية والشراكة المتكافية التي يكفرها الدستور والقوانين. وحتى حين يتعرضون للإقصاء بفعل تطرف غلاة السلفية والطائفية فإن استرداد حقوقهم أو استيفائها أو النضال من أجلها لا يتم من منظور مدني وحداثين إلا عبر النضال بالطرق السياسية والسلمية والمدنية وفق حقوق المواطنة المتساوية والمشروع الوطني الجامع والحاضن لكل مكونات الشعب اليمني وفئاته، لا من منظور الاستعلاء السلالي على بقية فئات المجتمع. أما شرف انتساب الهاشميين إلى رسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فشرف معنوي وديني محفوظ ومقدر من قبل المجتمع يستند إلى المحبة وإلى الدور الخير والأدوار التنويرية، ولا يترتب عليه أي تمييز سياسي أو اجتماعي، وهو شرف ندافع عنه ونفخر به ولا نقبل تحويله إلى نقيصة لأن في ذلك إساءة إلى ذات ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يدرك الهاشميون خطر مغامرات الحركة الحوثية عليهم والثمن الباهظ الذي يدفعونه دون طائل؟ من الصحافة المحلية انتقل بكم إلى الصحافة العربية والدولية، أبدأها من صحيفة العرب والتي أوردت التالي:
مهادنة حكومة هادي مثار خلاف متصاعد في جنوب اليمن. صحيفة الشرق الأوسط: أسبوع دموي شهد اعتداءات ضد المدنيين في قرى الحديدة، مقتل 9 حوثيين بمعارك صعدة وإفشال هجوم ضد الجيش في تعز. قال إن خطب الجمعة بمناطق الانقلاب تحولت إلى دعوات لمواجهة الشرعية. وزير يمني للشرق الأوسط: إيران تزرع الطائفية في اليمن. صحيفة الحياة اللندنية: الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويسيطر على مواقع للميليشيات. الموقع الرسمي للأمم المتحدة: وكالات الأمم المتحدة تحذر من تداعيات كارثية للإعصار الاستوائي لبان في اليمن. صحيفة صوت الأمة المصرية: اليمن على طريق الاستقرار، هل تنجح جهود السياسيين في عقد جلسات البرلمان؟ صحيفة البيان الإماراتية: بدعم من الهلال افتتاح مدرسة الشهيد خالد الشحي في شقرة، منحة إماراتية لمواجهة سوء التغذية في اليمن. صحيفة الوطن الخليجية: غريفيد يسعى إلى تجديد مشاورات اليمن والنمسا تعرض الاستضافة. صحيفة الوئام: شاهد وثيقة نفطية تكشف نهب الحوثيين لأموال اليمن. موقع فرنسا 24 الفضائية: الحرب تزيد من صعوبة معيشة عمال القطاع العام. إذا لمناقشة أبرز ما تناولته الصحافة اليوم، وعنواننا البارز أيضا الثورة العيد 55 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي كانت أيضا نتاجا لثورة الأم 26 من سبتمبر. أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية الصحفي والإعلامي رمزي الأفندي. مرحبا بك رمزي. أهلا وسهلا. وسيكون معي عبر الهاتف الصحفي أيضا والإعلامي سعيد النخعي. مرحبا بكم. وأبدأ معك أخ رمزي، تأتي الذكرى 55 لثورة 14 من أكتوبر، ولبلد يعيش حربا ضروسا واختلالات في المجتمع اليمني وحصارا بري وجوي وبحري وسقوط غير السابق لكل مقدرات البلد ومؤسساته التي صادرتها الميليشيات الحوثية. اليوم يتداعى الجميع أبناء اليمن إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة المد الإيراني والفكر الحوثي المتخلف. تعالوا. أهلا وسهلا فيكم، ونبارك للشعب اليمني شمالا وجنوبا هذه الثورة المباركة، ثورة 14 من أكتوبر. نعم. هذه الثورة انطلقت من جبل ردفان بقيادة الشهيد راجح غالب لبوزة، وكذلك أبناء الجنوب الأبطال الذين لن ننكر بطولتهم ونضالهم الذي فجر هذه الثورة ضد استعمار إنجليزي غاشم وضد قوى استمرت يعني عشرات السنين. فبعد ذلك 5 سنوات من هذا النضال وهذه الانتفاضة حتى أتى النصر الفعلي في 67 3 من نوفمبر، وهو عيد القلاء. كذلك بعدها بعام أتت الثورة، ثورة 26 في الشرط الشمالي من الوطن، وهذا إن دل على شيء يدل على أن أبناء الشعب اليمني شمالا وجنوبا أحرار، لا يقبلون بالعبودية ولا بالاستعمار ولا بالإملاءات عليه، وهو شعب عزيز حر كريم مناضل من أجل أرضه من أجل وطنه. إذا أتينا نقارن ما بين ثورتي الأمس وما نحن عليه اليوم من تداعيات ومن تحديات أمام ميليشيات الحوثي الكهنوتية الرجعية الذي تريد أن ترجع باليمن عامة شمالا وجنوبا إلى ما قبل 62 وما قبل 63، فهناك يعني عوامل سلبية جدا. ثورة الرابع عشر من أكتوبر ثورة مجيدة يجب أن يحتفل بها كل أبناء اليمن سواء كان في الشمال أو في الجنوب. نعم. فنحن شعب واحد، و نريد أن ولا 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 يجب أن نفسد على الشعب الجنوبي أو الشمالي أو الشعب اليمني بشكل عام فرحته بتلك الانتصارات وتلك النضالات. نعم أستاذ رمزي، ربما التاريخ أصبح كما يقول الكثيرون ويؤكده الواقع يعيد نفسه. اليوم يلتحم كل أبناء اليمن شمالا وجنوبا في مختلف الجبهات، في صعدة وفي ميدي وفي الساحل الغربي تحديدا، في مواجهة المد الإيراني ويعني وأيضا تطهير البلاد من حركة الرجعية والتخلف الميليشياوية الحوثية. ما الذي يمنع أيضا من توحيد الجبهة السياسية والجبهة الإعلامية لمواجهة هذا العدو الذي طال أمده أيضا؟
والله على الشعب اليمني وعلى جميع أساسه وجميع الأطراف اليمنية التابعة للشرعية أن تتحد وتواجه العدو الوحيد الذي يريد بناء الرجوع إلى الخلف وهي ميليشيا الحوثي بدعم مباشر من إيران للمد الشيعي لليمن وإفساد ثوراته المجيدتين اللي هي 14 أكتوبر و 26 من سبتمبر. دعم الشعب اليمني دعم واجب لمواصلة النضال وعدم إفساد هذه الثورة. اليوم يجب أن تتحد جميع الأطراف بقيادة الشرعية بقيادة موحدة عسكريا وسياسيا وضد تلك الميليشيا والخطوة إلى الأمام باليمن واليمنيين وعدم الرجوع إلى الخلف. لازم أن ويجب ومن الضروري أن نقف ضد تلك الميليشيات التي تريد بنا أن نرجع للعبودية والتخلف المرفوض. نعم، دعني أشارك أيضا ضيفي عبر الهاتف الأستاذ سعيد النخعي. مرحبا بك أستاذ سعيد. مرحبا بك أخي الكريم، أحييك في الصحافة اليوم. وربما عنواننا الأبرز في هذه الحلقة احتفالات بلادنا بالأعياد السبتمبرية الأم، 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، إلى جانب أيضا 30 من نوفمبر. أين يقف اليمنيون من ما ضحى به آباؤنا وأجدادنا وقدموا فرذات أكبادهم وقدموا رؤوسهم فداء لهذا الوطن؟ واليوم البعض يتحدث أن الأجيال للأسف لم تحافظ على أهداف ثورتين 26 سبتمبر و 14 من أكتوبر. أحييك أخي الكريم وأحيي جميع السادة المشاهدين، وانتهز فرصة لأحيي شعبنا اليمني شمالا وجنوبا شرقا وغربا لأعياد ثورته المجيدة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. فأخي الكريم، أن الشعوب لا تموت، والكوارث والحروب والمشكلات التي تعصف بالمجتمعات هي شيئا عارض، شيئا طارئ، لا ليس شيئا اصيلا في حياه الشعوب والمجتمعات. ما يتعرض له الشعب اليمني هو محاوله خط الثوره من قبل الجماعه الحوثيه المارقه في نسخه امامها الكهنوتيه الجديده. نعم. الا ان شعبنا اليمني شمالا وجنوبا شرقا وغربا اثبت تلاحما منقطع النظير وإجماعا وطنيا حول محاربة هذا المشروع الانقلابي الكهنوتي المتخلف الذي يستند إلى فرز جينات المجتمع اليمني وفرزه إلى جيناته العرقية وفرزه إلى طائفتين حسب المسمية الكهنوتية، القناديل والزنابيل. نعم. مسميات أخي الكريم لا تتنافى مع روح العصر ولا مع طلعات شعبنا في وقت يطوي العالم المسافات وبين العرقيات والشعوب والأثنيات والعرقيات ويتظل تحت مظلة الإنسانية، في حين تذهب هذه الجماعة المارقة إلى فرز المجتمع إلى قناديل وزنابيل، إلى فرز المجتمع بحسب العرق وبحسب السلالة. وهذا سلوك مجرم لا تقره الأديان السماوية ولا تقره القوانين الدولية ولا الشرائع الأرضية. نعم أخي الكريم، أن شعبنا اليمني اليوم موحد حول عدو واحد وهو الجماعة الحوثية التي تحاول جر عجلة التاريخ إلى الوراء، التي تحاول انتزاع مكاسب اليمنيين، التي تحاول تقويض أهداف سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. نعم. وعادة الحكم الإمامي الكهنوتي. أن الشعب اليمني ملتف من أقصاها إلى أقصاه، من صعده إلى البهرة، من حوف إلى ميدي، من في السهول والبوادي، في القرى والمدن، في الجبال والصحاري، الجميع متحد، الجميع متفق على أن العدو واحد والهدف واحد وهو استئصال هذه الميليشيات الحوثية. نعم أستاذ سعيد، هنالك كيف ترد على من يقول على أن للأسف أجيال سبتمبر وأكتوبر بعد كل يعني بعد أكثر من عقد نصف عقد من الزمن لم تحافظ نتيجة للمناكفات السياسية، لم يحافظوا على أهداف الثورتين، وبالتالي استطاعت هذه الميليشيا أن تسيطر بقوة السلاح على عدد من محافظات الجمهورية ولا تزال حتى اليوم منذ الأزمة التي حدثت؟ أخي الكريم، كما أسلفت سابقا، أن الصراعات والحروب شيء عارض في حياة المجتمعات. نعم. وكل المجتمعات في على أمداد قارات العالم تتعرض لهزات هنا وهناك، تتعرض لانقلابات هنا وهناك، تتعرض للكثير من المشكلات السياسية سواء السياسية أو اقتصادية، وتضرب
أركان أنظمتها الحروب أو المجاعات أو الفقر، مما يؤدي إلى خلخلة هذه الأنظمة. ما تعرض له اليمن هو يأتي في صفيق ضمن هذا الصراع. ظهرت هذه الجماعة المارقة على حين قبلها من الزمن، واستولت على مغاليد السلطة، وفي توب مشروع أن حاولت دقدقة عواطف الجماهير وأخراجها تحت تخفيف وضعة الظروف المعيشية التي تعرض لها الشعب اليمني. لكنها في الأخير هي تتنافى مع روح العصر، تتنافى مع طلعات اليمنيين، تتنافى عقلا ومنطقا. لأن هذا المشروع السلالي، لا تقرها الأديان ولا تقرها الأعراف ولا يقرها روح العصر الذي نعيش فيه. فكما قلت لك فهذا شيء طارئ وسيزول، لا محالة. لأن محاولة استنساخ النظام الأمامي الكهنوتي البائد في نسخته الجديدة، محاولة ترويجه وتلميعه من قبل الجماعة الحوثية، فهذه في مشروع قد عفى عليه الزمن وأكل عليه الدهر وشرب. نعم، دعني أعود إلى ضيفي في عبر الأرقام الصناعية. أستاذ رمزي، يرى ضيفي عبر الهاتف على أن حركة الميليشياوية الرجعية ما هي إلا حدثا عارضا، وأن أهداف ثورتين 24 أكتوبر والسادس 26 سبتمبر ثابتة، وكثبوت جبال ردفان وعيبان وكل جبال اليمن. يا أخي دعني أحدثك بكل صراحة، خلينا شوية من أو قليل من الشفافية. أنا يعني أعطي رسالة لأبناء الجنوب وكذلك للشمال وللشعب اليمني عامة. يعني أبناء الجنوب هم بصراحة مناضلين ولهم الباع الطويل في هذا النضال. ويعني تخيل يعني الشعب جنوبي كان يعني ما يتعدش أعداده يعني 2 إلى 3 مليون، وقف في أمام قوة جبارة كالقوة الاستعمار الإنجليزي. نحن لا نستهين بأبناء الجنوب أبدا، ولا كذلك أيضا أبناء الشمال لهم نضالهم آنذاك. لكن الآن الذي نريد أن نقوله، صحيح أن أبناء الجنوب لهم مطالب ولهم قضية وطن ولهم يعني مطالب ولهم قضية ينشدونها، لكن نحن في الوضع الراهن يجب أن نتحد شمالا وجنوب. يجب أن نعي ونستوعب حجم المؤامرة الإيرانية الحوثية على هذا البلد، يعني بأكمله على الوطن اليمني بأكمله، من شمال صعدة إلى الجنوب الغيضة مهرة. يعني يجب أن نتحد، ومطالبنا فيما بعد سنجلس أو سنجتمع على طاولة واحدة وسنتحاور، وكل شيء الشمال أو الجنوب كلهم بيحط مطالبه ويطرح قضيته، وأكيد هناك بيكون نوع من المفاهيم، وكل قضية لها اعتبارها في حينه. الآن يجب علينا جميعا أن نتحد أمام قوة رجعية كهنوتية إيرانية فارسية شيعية تريد أن تغير المنهج اليمني عقائديا طائفيا سياسيا وكل الجوانب. يجب أن نوقف أمامها وأن نتصدى لها وأن ننهي معاناة هذا الشعب اليمني. اليوم في عدن الشعب الجنوبي يعاني، في كذلك في أبيان، في الضالع، في شبوة، الشعب الشمالي كذلك، في الحديدة، في الساحل الغربي حالة إنسانية يرثى لحالها، لا تصلها لا منظمات ولا إغاثات ولا معونات. كذلك في تعز عانت وما زالت تعاني وتدفع الثمن. ومن لم يستطع أن يركز أو يثبت قواعد الفوضى وإثارة الغوغاء في تعز في المدينة، انتقل إلى مناطق الريف. بالأمس هناك نقاط عشوائية تصدت لها اللجنة الأمنية في الرياف تعز، وما زالت تخلق الفوضى، ومنها في جبل حبشي في منطقة بني بوكاري برضو كذلك حصلت الفوضى، ولكن تم احتوائها من العقلاء. يعني هنا يجب أن نستوعب، يعني الشاهد أنه يجب أن نستوعب وأن نعي حجم المؤامرة علينا نحن كشعب يمني شمال وجنوب شرق وغرب. يعني بعد ذلك كل واحد بيطرح قضيته، في الشرعية حكومة معترف فيها، وهي من ستعطي كل ذي حق حقه، سواء كان جنوب أو شمال.
أعيد، أين تكمن، أين يكمن المشكلة وأين تكمن الخلل في أن تستمر هذه المعركة التي ربما خلطت كل الأوراق وأصبحت المجتمع الدولي حتى ربما يتاجر بالقضية اليمنية وبأبناء اليمن وأشلاء ودماء اليمنيين؟ ما الذي يمنع من توحيد كل الجبهات تحت قيادة واحدة من ضمنها كما ذكر ضيفي الحكومة الشرعية، وأيضا يكون الهدف واحد وهو العدو الواحد، تطهير البلد من هذه الشرذمة ومن هذا السرطان الخبيث، ومن ثم يتفق الناس على إطار محدد، دستور جديد وقانون جديد، والحكم هو في الأخير الصندوق الذي اعتاد عليه اليمنيون؟ يا أخي، الشرعية اليمنية أو الحكومة الشرعية اليمنية معترف فيها دوليا، وهي تريد أن تعزز الخطوات وأن تثبت الحكم سواء كان المدني ولا العسكري، وتريد الأمن والاستقرار، وأنت تعرف يعني كم حوار دعوا له المجتمع الدولي وكذلك الشرعية، وسافروا إلى جنيف ولكن كان ما كان، وكلنا يعرف لماذا فشل تلك الحوار. صحيح هناك يعني نوع من الانحياز من المجتمع الدولي للميليشيا الحوثية، ولنكن بكل صراحة، صحيح هناك يعني توتر قائم في برضو في الجنوب، صحيح هناك إرهاصات سواء داخلية ولا خارجية يعني تعرقل مسيرة الحكومة الشرعية، ولكن ها يعني يجب أن يعرف الجميع سواء كان شرعية وإلا الانتقالي وإلا التحالف وإلا المجتمع الدولي، أن الشعب اليمني اليوم لم يبت لم يعد أميا كما كان. فالشعب اليمني أصبح كل شيء أمامه مكشوف، أصبح كله يعرف معنى السياسة ومعنى الاقتصاد ومعنى الثقافة ومعنى الوطن والانتماء. الشعب اليمني منذ قيام 14 أكتوبر، ثورة 14 أكتوبر و26 سبتمبر، الشعب اليمني عانى وقاس وتعلم وأخذ الخبرة، فسارت الحياة في الأرض اليمنية مدرسة من أكبر المدارس ومن أكبر الجامعات. نعم. الشعب اليمني اليوم صغيره وكبيره يعي ما يدور، فلذلك عليكم أن تحتووا الموقف اليمني والوضع اليمني، أن تنظروا للحالة الإنسانية، أن تنظروا للمعاناة، أن تنظروا للتدهور الاقتصادي، فلم تعد تقضي السياسة ولم تعد تقضي إطارة الحرب هذه والعبث في اليمن واليمنيين. الشعب اليمني يريد الحياة، يريد السلام، وكذلك الشرعية وكذلك من والاها. نعم، دعني أعود إلى ضيفي عبر الهاتف أستاذ سعيد، أعود إليك مجددا. أين يكمن الخلل في عدم توجيهيد كل الجبهات الداخلية تحت قيادة واحدة بما فيها الجبهة السياسية والجبهة الإعلامية لسرعة إنقاذ البلد من هذه الملشنة التي دمرت كل مقومات الدولة؟ أخي العزيز، اليمنيون مجمعون على هدف واحد وعدو واحد. نعم. وتحت قيادة واحدة، وهي قيادة المشير الركن عبد الرب منصور، هذه وقائد الشرعية التي دخل التحالف والمجتمع الدولي لإعادتها. لم يشد عن هذا الإجماع اليمني إلا شراذم هنا أو هناك رهنت قرارها لقوى إقليمية معروفة. نعم. لم يشد عن هذا الإجماع الوطني إلا قوى الارتزاق والعمالة. أما القوى الوطنية الشريفة فهي تقاتل في خندق واحد في كل محافظات اليمن، في كل الجبهات على امتداد رقعة اليمن الكبير، تقاتل عدو واحد وهو الجماعة الحوثية. نعم. تناضل من أجل هدف واحد وهو استعادة الدولة اليمنية. نعم. تقاتل من أجل هدف، قايات سامية، قايات تلبي تطلعات وآمال شعبنا اليمني العظيم. نعم. قايات عظيمة تحاول انتشال شعبنا اليمني من وضعها المزري الذي أوصلته إليه الجماعة الحوثية. نعم. سيد الكريم، إن ما اقترفته الجماعة الحوثية في حق اليمنيين أنه لعار كبير في جبين الأمة وفي جبين التاريخ وفي جبين المجتمع الدولي والإنساني. نعم. إنما تقترفها اليوم الجماعة الحوثية بحق الحجر والبشر، بحق الإنسان والأرض. أستاذ سعيد، اليوم نحن نتحدث، ربما دعنا نتحدث بكل شفافية ووضوح بلسان الشعب الذي دمر كل كيانه، الذي يموت. نعم. جوعا، الذي يموت سريريا حاليا. أين هو المشروع الوطني الجامع؟ بيد من هو المنقذ لهذا البلد الذي طال أمد هذه الحرب أمام ميليشيا أعطيت أكبر من حجمها؟ أخي الكريم، الشعوب تمرض لكنها لا تموت. نعم. الشعوب تمرض لكنها لا تموت. الإجماع اليمني موجود،
وكما قلت لك أخي الكريم لم تشذ عن هذا الإجماع إلا قوى ارتهنت للخارج. فأما بالنسبة لليمنيين فهم قاتلون في خندق واحد تحت قيادة واحدة ومن أجل تحقيق هدف واحد. نعم. الإجماع الوطني موجود، ولكن كما قلت لك هناك صعوبات هنا أو هناك نتيجة ما تعرض لها اليمن من حملة بربرية تدميرية. لا أخي الكريم، هذه الميليشيات دمرت قوضت كل أركان الدولة الاقتصادية والعسكرية والأمنية. اليمنيون اليوم يلملمون شتاتهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي. نعم. اليمنيون اليوم هجمت عليهم مشكلات لها أول وليس لها آخر. ربما هذا الذي أحدث التباطؤ وأخر الحركة في لم الشتات ورص الصفوف، وإلا أن الأصل في موجود وهو الإجماع الوطني لمحاربة هذه الجماعة المارقة التي اختطفت الدولة. نعم. أعود إليك أستاذ رمزي، طبعا لا يزال الكثير يتساءل لماذا لا تزال الجبهات السياسية أو المكونات السياسية داخل البلد مشتتة، وكل يرمي بأخطائه على الآخر دون أن يتم توحيد الجبهة السياسية والإعلامية لمواجهة هذا المد الفارسي داخل البلد، وبالتالي كلما استمرت هذه الفجوة كلما امتدت أيادي إيران داخل البلد، وأيضا استمرار الحركة الميليشية في التوسع. يا أخي العزيز، هناك مقاومة، هناك جيش وطني، هناك يعني هناك شيء أو مجهود لا ننكره على الواقع في أرض المعارك، سواء في الساحل الغربي في الحديدة، سواء كان في تعز، سواء كان في 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 شتى مناطق الجبهات. يعني نحن لا ننكر هذا الشيء ولا عسكريا، ولكن يعني ولهم التحية، سواء كانوا أفراد مقاومة أو كانوا من هم في الجيش الوطني. طيب الآن يعني نستطيع نقول، أو بمعنى هناك صحيح بعض العراقيل قد تكون العراقيل، هناك عراقيل يعني مجتمعيه او من خارج نطاق الشرعيه او من خارج نطاق اليمنيين انفسهم. هناك من يتحكم، يعني نحن ألا تعني فقدنا يعني لماذا لا نكون واضحين بدل ان نرمي او نحاول ان نخلق مبررات للاخرين وهم في غنى عنها؟ نحن نتحدث الان عن مظلوميه شعب، عن دمار شعب، عن دمار الدوله. صحيح. أين يكمن الخلل وما هو العلاج لها حلا عاجلا لإنقاذ البلد؟ لكن أنت كحكومة كشرعية أو كذلك، يعني أنت منهك، يعني ما عندك الاقتصاد الذي تدير فيه سيادة بلدك. نحن بقول لك أنا بصراحة يعني أو باختصار شديد. نعم. أن الحل لن يكون إلا يمني، تعود الحكومة الشرعية إلى عدن، وهناك ستكون جميع الحلول الذين يرونها صعبة ستكون سهلة أكثر مما يتخيلون. ما الذي يمنعها من العودة؟ قد تكون هناك يعني بقول لك أنا إنه قد يكون حزم من برا، يعني معش أنا مش عايز أخش في هذا الموضوع. نعم. أستاذ سعيد، أعود إليك رسالة أخيرة توجه في ختام هذه الحلقة لأبناء الشعب اليمني في يعني في العيد، ذكرى 55 لأعظم أيضا ثورة شهدها الشرق الأوسط وشهدها اليمن، كيف يجب أن تعود ذلك التلاحم من جديد لاستئصال هذا السرطان الذي ربما كان أخطر أو اعتبر أخطر مما كان عليه اليمنيون قبل 62 و63؟ أقول لليمنيين أن الأمامة في نسختها الجديدة إلى زوال. نعم. أقول لليمنيين أن المستقبل لكم، وأن الحياة لكم، وأن الأمل لكم. أن الشعوب تمرض لكنها لا تموت. نعم. الشعوب تمرض لكنها لا تموت. الشعوب تتعرض للكثير من الرزايا والمحن والمصائب، لكنها تخرج منها، ولنا عبرة في تاريخنا القريب والبعيد. أخي الكريم، من ينظر إلى في تاريخنا قبل الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وينظر إلى حالة المجتمع والشعب اليمني كيف كان شمالا وجنوبا. نعم. إن الثورة التي نتحدث عليها اليوم، ثورة 14 من أكتوبر، قامت وبعد احتلال 129 عام، قامت على أرض تقاسمها 23 كيانا ما بين سلطنة وأمارة ومشيخة. نعم. ناهيك عن مستعمرة عدن وحضرموت والبهرة. نعم. وحدت هذه الثورة، هذه البقاع الشاسعة على امتداد
رقعة الشطر الجنوبي سابقا تحت دولة واحدة وراية واحدة وسلطانا واحد. انتشلت ثورة 26 من سبتمبر الشعب اليمني في الشطر الشمالي سابقا قبل الوحدة من براثن الجوع والفقر والجهل والتخلف ووضعته في مصاف الدول الحديثة. الشعوب أخي الكريم تمرض لكنها لا تموت، وما يتعرض له اليمنيون هو حدث طارئ سيزول تحت أصرار اليمنيين وأرادة اليمنيين وإجماع اليمنيين. وهي قمة وسدول بإذن الله تعالى. نعم، مشكورك الصحفي والإعلامي سعيد النخعي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك واختتم معك أستاذ رمزي، رسالة أخيرة أيضا تقدمها أو توجهها لأبناء الشعب اليمني في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة. على الشعب اليمني أن يتحد، هناك اتحاد، يعني أن يتحد، وعليه أن باللحمة. انظروا إلى ثورة 14 أكتوبر ولا 26 سبتمبر كيف أطاحت هناك الثورتين، أطاحن في الاستعمار وكذلك في الحكم الإمامي الكهنوتي. هذا يعود على اللحمة والتوحد والاصطفاف الشعبي. لن يكون الانتصار إلا في التوحد وإلا في الاصطفاف وفي تلك اللحمة. نعم، الصحفي والإعلامي رمزي الفندي كنت معي عبر رقم الصناعية، شكرا جزيلا لك وشكرا موصول لكم أينما كنتم داخل وخارج الوطن. إلى اللقاء. مصرع قيادي في